مش النادي الاهلي بس، كل انديه مصر، كل انديه مصر لافته لها قيمتها النهارده حرص المجلس وكابتن الخطيب على تكريم الرموز دي يا كابتن مصطفى. يعني انا مش عايز اقول لك، ما هو ده، هو ده النادي الاهلي وهو ده محمود الخطيب اللي انا بتكلم عليه طول عمري. الولاء والانتماء مختلف، مع احترامي الشديد لكل اللي لعبوا في النادي الاهلي سواء من بره، وفيهم ناس على خلق، ما بتتكلم في مختار، في بتتكلم في عامر، بتتكلم في طاهر الشيخ، محسن صالح، الناس دي شطه، الناس دي جايه من بره، لا خلاص بقوا زينا بيقعدوا معانا في النادي. فلما الخطيب يعمل ده احساس بالمكان يا جماعه، الاحاسيس دي والمشاعر دي مش اي حد. يعني انت متخيل يا جماعه، وانا بقول للجمهور النادي الاهلي العظيم اللي فيه الخطيب ده محدش يتحمله في رجله. اصلا حضرتك صحيه اقعد بقى، بس استعملت بقى نفوذي وادميتي، قلت له هو مفيش ادميه ولا ايه؟ قال خلاص هسمع كلام مصطفى وعد. مش قادر يمشي يا جماعه، مش قادر يقف يا جماعه. فهم دول ولاد النادي الاهلي، هو ده النهارده. وانا بتكلمه بعد انا مبهور بيه من ايام الانتخابات بجد، وانا اول مره اقولها على الهواء. ليه يا كابتن مصطفى؟ الكاريزما، انه بيعرف يتكلم، انه بيعرف هو بيقول ايه، الترتيب، الاسلوب، الاقناع اللي بيشرحه، كل ده شيء اسعدني جدا. يعني في لما كنا في الفندق او ايام الانتخابات، انا يعني قلت له بصراحه يعني انت بهرتني واسعدتني في انه اكتسب على مدار مشواره وتاريخه مؤهلات وخبرات. يقول لك بقى اصل مش ادارجي واصل مش عارف ايه، لا ده معلم، ده معلم يعني. وبعدين مش عشان الخطيب يعني، ما هو خطيب كاريزما يا جماعه. الخطيب خطيب من الناس يعني كده زي صالح سليم. صالح سليم كاريزما. الخطيب مش عايز اقول عشان الناس ما تقولش مصطفى يونس بيجامل قوي يعني. اللي بيعترضوا على الناس اللي بتتبرع للنادي الاهلي او اللي بتدي النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي بيضيف لهم، مش هم اللي بيضيفوا النادي الاهلي. مفيش واحد على وجه الارض كلها يقدر يضيف للنادي الاهلي. اي حد بينتمي لهذا النادي العريق هو اللي بيضاف اليه، بدليل حديث الناس كلها مش عايز اقول المتآمرين، اللي زعلانين من نجاح او اللي بينتقدوا تركي الشيخ تعبهم، حبه ودعمه للنادي ورغبته في النادي. النهارده الخطيب قال جملتين، قال لك في محب وفي مستثمر. تركي الشيخ محب، ده مش محب، ده عاشق، زي زمان الامير عبد الله الفيصل الله يرحمه. طيب الله. انا عايز اقول للساده اللي زعلانين، الامير عبد الله الفيصل الله يرحمه تنازل عن كل املاكه اللي في البنوك والشركات والمصانع والاوتيلات للنادي الاهلي. ما تقالش ليه الكلام ده؟ اي نادي في مصر، الله يرحمه الحاج سيد متولي ما كان بيصرف على النادي المصري، الحاج محمد مصطفى كان بيصرف على نادي الاتحاد، مش كده ولا ايه؟ لكن هذا الكيان الكبير، لا والحقيقه كمان اللي حضرتك بتقوله دي معلومات كمان، رحمه الله الامير عبد الله الفيصل لم يحرص على ظهورها اعلاميا او الدعايه لها، يعني كان محب للنادي الاهلي ويعطي في سريه وكتمان للنادي كمان. لا السوشيال ميديا مختلفه دلوقتي، الامور كلها بيتم تناقلها، يعني تدوس على الزرار تطلع. طب بما ان حضرتك فتحت الملف ده، يعني احنا كنا هنتكلم عنه بعد شويه لما نتطرق للمؤتمر، بس حضرتك فتحت ملفين مهمين جدا، خبرات لاعب الكره والنجم اللي عنده الكاريزما لما تتراكم عنده خبرات النجم مع الخبرات الإدارية. هل كان بيغضبك لما البعض ينتقد كابتن الخطيب ومجموعته أو قائمته في الانتخابات ويقولوا إيه؟ إزاي عايزين تجيبوا لعيب كرة يدير النادي مش هيقدر يدير هذه المؤسسة العملاقة؟ ده كان بيغضبك ولا لأ؟ لأنه بينتقص من حق لاعب الكرة اللي نجح وربنا إداله حجم نجاح غير عادي إداري وجماهيري وإعلامي إنه يكتسب الخبرات وإنه يبقى عنده طموح لإدارة أي مكان. طيب خلينا نرد عملي، مش هرد كمحب، أنا هرد كعملي. الخطيب بقاله 107 يوم عمل إيه في النادي الأهلي؟ دخل قد ايه للنادي الاهلي؟ مش هو ده المقياس ده؟